يقول النصارى يقولون بالتثليث، فكيف يكون اليهود أضل من النصارى؟ هكذا هذا سؤالك؟ أي نعم. هو لا شك يعني التثليث، قول النصارى بالتثليث لا شك أنه ضلال بعيد، ويقول الله تبارك يشتمني من آدم وليس له ذلك. قالوا كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد. حتى اليهود يقول لله ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، حتى اليهود قالوا عزير ابن الله، وولد الإله إله. فاليهود يقولون كما تقول النصارى، وهم أشنع كفرا من النصارى في أمور أخرى، أشنع من النصارى. والنصرانية تابع لليهودية، النصرانية تابع لليهودية. وإذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والنصارى كلهم يؤمنون بالتوراة، بينما اليهود لا يؤمنون بالإنجيل. ولذلك اليهود أشنع من النصارى لنسبة الكفر الذي في معتقداتهم. نعم.